شخصت حالة الطفل عبد الرحمن طارق بالسرطان قبل أن يتجاوز عمره 20 شهرا، وبدأ أن مستقبله سيكون حافلا بالمصاعب والألم. الآن وبعد نحو 10 سنوات لجأ الصبي البالغ من العمر 11 عاما والذي يتماثل إلى الشفاء إلى رقصة التنورة لرفع معنويات. نشاهد هذا التقرير عن الموضوع ونختتم حلقة اليوم بتوقيت مصر، ونراكم غدا بخير. وانا صغير كنت باخد الجرعة الكيماوي، كان اخواتي بيبعتولي يعني الفيديوهات بتاعتهم وهم بيتصوروا وبيتعلموا، فكانوا بيبعتوها لي وانا كنت قاعد اتفرج عليها، فحبيتها وقلت لاخواتي عايزة اتعلمها، قالوا لي لو خفيت وانت بايدك كده وان شاء الله انا اعلمها لك. كنت قبل ما اتعلم التنورة كنت طول الوقت نايم ما بتحركش، ما كانش ليا هدف. يعني اول ما اتعلمت التنوره بقى ليا هدف وماشي فيه، ويعني فرقت معايا حاجات كتير. ببقى نفسي ان انا الف، ما بقاش ان انا قاعد يعني قاعد على السرير، لا نفسي ان انا الف اقوم اتحرك يبقى عندي نشاط. ولفيت التنوره وعادي مش فارقه معايا، وجع مش وجع مش فارقه معايا، بس المهم انتصر على الوجع مش الوجع اللي انتصر عليا. قبل التنوره عبد الرحمن كنا نقول له تاخد علاج، ما كانتش فارقه معاه حاجه، هو كان سنه صغير جدا بس بسم الله ما شاء الله عليه عقليته كبيره. عبد الرحمن سنه صغير بس ما شاء الله عليه عقليته كبيره، فبدا نقول له طب قوم، لا طب انا هقوم اعمل ايه، ما كانش قدامه هدف. فلما بدا اخواته بقى يشجعوه بموضوع التنوره ده، بدا ان هو يحط قدامه هدف. جه في وقت من الاوقات واحنا كنا في المعهد، في حد بيقول مين بيعرف يمثل مين بيعرف يعمل، فطلع عبد الرحمن بدا ان هو، فبدا يعرفونا على بعض مخرجين. ودايما انا بقول ان الانسان علاجه لازم يبقى علاج نفسي من جواه، مش مشكله انه يبقى علاج عدوي، لا العلاج النفسي مهم جدا في المرحله دي. اطلعي بقى.